بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا بكم مرة تانية. هنتكلم النهاردة عن درس جديد من دروس الوحدة التالتة بعنوان مهن ومهارات المستقبل. هنشوف إيه المهن وإيه المهارات اللي المستقبل ممكن يحتاجها منا وممكن يبقى مطلوب بالنسبة لنا في المستقبل القريب إن شاء الله. بس قبل ما نعرف ايه المهن اللي هنحتاجها في المستقبل، هنعرف ايه المهن اللي كانت موجودة واختفت، وده دليل على ان التطور سواء كان بقى تطور علمي او غيره من انواع التطور بيؤدي الى اختفاء مهن وبروز مهن اخرى او ظهور مهن اخرى. طيب بصوا بقى، يعني قديما كانت المهن مرتبطة بالموارد الطبيعية، يعني مثلا هنا مهنة المزارع او الفلاح مرتبط بوجود الاراضي الصالحة للزراعة الخصبة ومرتبط بوجود المياه ايضا. تمام. طيب يعني الصورة هي معبرة عن مجموعة من المهن اللي كانت، يعني مثلا هنا مهنة هي اللي هو بيكتب على اللي هم الخشب، يعني وبيعمل اشكال خشبيه واللي هي خاصه بالتراث الخشبي، يعني لازم يكون المواد موجود الخشب وموجود المهاره وكل ده. طيب ممكن نسال بعضينا سؤال، ما الوظائف التي تعتقد ان هي ممكن تكون موجوده في المستقبل؟ يعني لو واحد سال نفسه سؤال كده، ايه المهنه اللي ممكن تكون موجوده في المستقبل؟ طب ايه المهن اللي انت ممكن تتوقع نتيجة التقدم العلمي ان هي تختفي في المستقبل؟ تعالوا نشوف هل الدرس بيجيب على هذه الاسئلة وهيوصلنا في النهاية لإجابات مقنعة. يلا بينا نشوف الدرس مع بعض. طيب لماذا اختلفت المهن وتطورت؟ يعني مثلا كانت مهنة الزراعة زي ما قلنا في الصورة اللي فاتت بتاعت المزارع كانت مرتبطة ب الارض الزراعيه، بدل ما في ارض زراعيه يبقى في مزارع، بدل ما في مزارع يبقى في تربيه حيوانات، يبقى في نباتات. اذا الطبيعه هي التي حددت المهنه التي يمارسها الانسان. طيب تعالوا نشوف بقى في المناطق الساحليه مثلا، عندنا على البحر المتوسط والبحر الاحمر، ايه المهنه اللي كانت سائده؟ صيد الاسماك. اذا الطبيعه هي التي حددت علي المهنه اللي انا همارسها. ماشي. في البيئة الصحراوية، البيئة الصحراوية في نبات طبيعي، إذا في حيوان الإنسان بيربيه يتغذى على النبات الطبيعي فكانت منتشرة حافة الرعي. في المناطق الغنية بالمعادن والبترول منتشرة حافة التعدين، اللي هو استخراج المعادن من باطن الأرض واستخراج الطاقة الحفرية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، البترول والغاز الطبيعي من باطن الأرض. ماشي. إذا الطبيعة هي التي حددت المهنة التي يمارسها الإنسان. لكن مع التقدم العلمي والتقدم في التكنولوجيا لم تعد المهن والوظائف مرتبطة فقط بالموارد الطبيعية. المهن ما بقتش مرتبطة بالموارد الطبيعية زي قبل كده، لا بالعكس. ده المهن دلوقتي تطورت نتيجة للتقدم العلمي. طيب هنقول مثلا هنا ان التطور العلمي فرض مهن جديدة لم تكن موجودة من قبل، يعني دي مثلا مهنة خاصة بالالكترونيات والحاسب الآلي والكلام ده والبرمجة والسوفت وير والكلام. هل المهن دي كانت موجودة قبل كده؟ ما كانتش موجودة، ما كانش في حاسب آلي اصلا، ما كانش في جهاز الكمبيوتر ده. فاذا هذه المهنة ظهرت نتيجة التقدم العلمي. طيب اختفت مهن تانية كانت سائدة، يعني المهنة دي اللي كانت سيدة قبل كده اللي هو بتاع محاول التليفون، يعني أحمد عايز يتصل بمحمد فلازم مصطفى في النص يحاول أحمد بمحمد. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي عايز أتصل بواحد تاني فهتصل على واحد يحولني للواحد التاني، إذا ثلاثة أهو، ثلاثة بيتصلوا ببعض عشان إيه؟ اتنين يكلموا بعض. اختفت. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي. طيب هو بس هنا يعني هنقول المهن مثلا اللي اختفت مع بعض، مثلا مهنة بائع الحليب.
زمان كان في حاجه اسمها مهنه بائع الحليب دوت. الراجل بيجي كده بحاجه حديد كبيره قوي مليانه لبن، وكان بيغلي اللبن دوت كويس جدا عشان ينقيه من البكتيريا، عشان ينقيه من ايه؟ البكتيريا دي مواد ضاره زي الفيروسات كده دلوقتي، كورونا يعني، حاجه زي كده مضره بصحه الانسان. فكان بيجي يغلي اللبن دوت وينقيه تمام، ويبدا يلف على البيوت الصبح بدري ويبيع لهم اللبن. هل المهنه دي موجوده دلوقتي؟ لا، اختفت طبعا. بقينا بنروح المتجر اللي احنا بنروح عليه دلوقتي باللغه بتاعتنا السوبر ماركت او المحل يعني، تمام، بروح اقول له والله انا عايز لبن، فيبدا يديني ايه؟ لبن جاهز ونقي وزي الفل. علب بقى اللبن اللي نوعين وبخير ومش عارف ايه والكلام ده كله، ما فيهوش اي مشكله، ماشي؟ طيب يبقى دي مهنه اختفت اهي نتيجه التقدم العلمي. التقدم يبقى هنا بنجهز احنا اللبن و100 تروح المحل تشتري جاهزه. طيب عندنا مهنه تاني، طيب مثلا البريد، يعني عشان اودي رساله لواحد، تمام، ابعت رساله مثلا لمامتي او بابايا سافروا السعوديه مثلا عشان يروحوا يعملوا حجه او يعملوا عمره، فانا عايز ابعت لهم رساله اقول لهم ان انا تمام واخواتي تمام والبيت زي الفل وانتوا عاملين ايه واخباركم ايه وايه. كنت اكتب جواب واروح للبريد اسيبه في البريد، وساعي البريد دوت ساعي ايه؟ البريد يمشي يروح يودي الجواب مثلا للزميلتي لبابايا ومامتي اللي سافروا محافظه ثانيه، راحوا يزوروا اهلنا في الصعيد، راحوا يعني. ممكن الجواب ده ياخد او الرساله دي تاخد اربع خمس ايام او اسبوع عشان يوصل. ايه ده خيال دلوقتي؟ بقيت ببعت رساله عن طريق الموبايل، على الفيسبوك، على التويتر، على الواتساب، على اي حاجه من الحاجات ديت، ابعت الرساله بتاعتي مفيش اي مشكله، او حتى رساله اس ام اس على الموبايل وتوصل الرساله. يبقى باين ساعه البريد اختفت نتيجه التقدم الايه؟ العلم، ماشي. طيب عندنا يعني مثلا برضو من الحاجات اللي اختفت حاجه بتاعت محاوله التليفون اللي اتكلمت عنها قبل كده، ان انا مثلا عايز اتصل بحد قريبي، بخالتي، بخالي في اي محافظه، ده اعمل ايه بقى؟ اتصل على محاول التليفون، فمحاول التليفون ده قدامه لوحه كبيره وفيها سلوك، يبدا يحط السلوك ديت في مكانها كده، احط السلوك فين في مكانها، وبعد كده اقول له حولني لفلان، يحولني لفلان، تمام. الكلام ده دلوقتي اختفى خلاص، مش محتاجين الكلام ده. برفع سماعه التليفون، قالوا انت فين وعامل ايه واخبارك، واقف. تيجي نشوف قصه بتدل على مدى المهونه ومدى اظهار قدره التقدم العلمي على تغير المهن. تعالوا نشوف، هنشوف القصه دي مع بعض، وهنشوف قد ايه التطور العلمي بيغير في يعني المهن وكده. عندما شاع استخدام شرايط الفيديو في اواخر الثمانينات من القرن الماضي، الثمانينات يعني 1880، اخر الثمانينات دي في 88 89 كده، كان منتشر جدا شرايط الفيديو دي، تمام. الناس تشتري شريط فيديو وتجيب جهاز الفيديو تحط الشريط، تمام، ويبدا يشتغل، تمام. فراحت قررت داليا فتح متجر يعني محل لبيع هذه الشرايط. خلاص بقى هي الست شافت ان شرايط الفيديو شغاله وزي الفل وعليها طلب وتمام، راحت فاتحه محل تبيع فيه شرايط فيديو. الدنيا معاها كانت زي الفل، مفيش اي مشاكل خالص، وبيع وشراء والست بتكسب والدنيا ايه؟ تمام، 10 على 10. ايه اللي حصل بقى؟ في اواخر عام 2005 حلت اسطوانات الفيديو دي في دي بدلا من شرايط الفيديو. اسطوانات الفيديو، الاسطوانه الصغيره ديت بقت منتشره جدا، بحطها في جهاز الحاسب الالي وتشغل لي اللي انا عايزه، حجمها صغير كده ولطيف، ومش محتاج مش محتاجه جهاز فيديو خاص بيها، انت شغال على الكمبيوتر. فشاعت قوي في سنه 2005، تمام. راحت داليا عملت ايه بقى؟ غيرت نشاط المحل من شرايط الفيديو الى اسطوانات الدي في دي فيديو، تمام، بدلا منها. ماشي، مفيش مشكله. وبعد ما بقت تبيع الاسطوانات الدي في دي والدنيا زي الفل، حصل حاجه تاني. بعد بضع سنوات عقب انتشار مشاهده الفيديو بس عبر الانترنت، دلوقتي ما بقاش محتاج بقى اسطوانه، انا بدخل على الانترنت على يوتيوب اكتب انا محتاج اتفرج على فيلم كذا،
يجي لي زي الفل واشتغل عليه واتفرج تمام تمام مفيش اي مشاكل. فبدات الاستورات بقى ايه يقل البيع والشراء بتاعتها، فبدا المحل بتاعها مش شغال. طب تعمل ايه بقى؟ فاصبحت استورات الفيديو عديمه الفائده ملهاش اي قيمه. لذلك غيرت بقى داليا اهو النشاط بتاعها من اسطوانات الدي في دي لمقهى للانترنت. مقهى للايه؟ الانترنت اللي احنا بنقول عليه باللغه العاميه سايبر. تمام؟ ما كانش لسه اجهزه الحاسب الالي بقى انتشرت في البيوت وما كانش الانترنت في كل بيوتنا، فهي راحت كانت الشباب بقى يعمل ايه؟ يقول له انا رايح السايبر، هدخل على النت في السايبر، هقدم في السايبر اللي هو مقهى الانترنت يعني. تمام؟ طيب راحت هي فتحت ايه؟ مقهى انترنت. مع مرور الزمان بدات شبكات الانترنت تبقى في كل البيوت، بقت في كل بيوتنا دلوقتي شبكات ايه؟ انترنت. تسكت داليا؟ لا ما سكتتش داليا. يبقى داليا اشتغلت في الاول على شرائط الفيديو. جت مكانها الاسطوانات راحت غيرت نشاط الاسطوانات. جه مكانها تمام الانترنت راحت فاتحه مقهى للانترنت اللي احنا بنقول عليه سايبر. تمام؟ بعد مرور الزمن بقى النت في كل بيوت واجهزه الحاسب الالي بقت في كل المنازل، مفيش اي اشكاليه. تسكت داليا؟ ما تسكتش داليا. راحت عملت مركز لصيانه الكمبيوترات، اجهزه الحاسب الالي. انت عندك كمبيوتر في بيتك عطل، فتروح تاخد جهاز الكمبيوتر وتروح للست داليا تقول لها لو سمحت عبد ليه جهاز الكمبيوتر ده فيه مشكله، بيهنج، بفتح مش عارف ايه ما بيفتحش، وهكذا. تمام؟ في اشكاليه؟ طيب استخلص من القصه دي ان داليا دي بتتميز بايه؟ رقم واحد عندها مرونه. مش اي مشكله صغيره تقابلها المعبد يتهد ومش عارفه تعمل اي حاجه وخلاص كده انا حياتي اتدمرت لا خالص. غير نشاطها في مرونه، في سهوله. انسان مرن يعني. تمام؟ عندها قدره على الابداع. يا نهار ابيض، ده في واحد بيقعد يفكر في المشروع سنه واثنين وثلاثه عشان يفتح مشروع ويتردد ويقول ويرجع وياخد خطوه لقدام وياخد خطوه لورا ويرجع خطوه لورا وهكذا. لا دي ما عندهاش مشكله. قدره على الابداع. ده وقف تيجي لها فكره جديده تفتح حاجه جديده. ده وقف تيجي لها فكره جديده تفتح حاجه جديده. ده وقف تيجي لها فكره جديده تفتح حاجه جديده. ست مرن. ما عندهاش اي اشكاليه. حل المشكلات. مش دي مشكلات بتقابلها؟ انا راجل النهارده فاتح محل او متجر وبيع وشراء وبكسب وفاتح بيت وبعمل ومره واحده ما بقاش المحل اللي بيبيع حاجه، مش دي مشكله؟ قدرت تحل المشكله. تمام؟ بتتميز بالتعلم الذاتي. هو مش كل مهنه من دول محتاجه ان هي تتعلمها يعني هي كانت بتعرف تصلح اجهزه الكمبيوتر ولا اتعلمت تصليح اجهزه الكمبيوتر؟ اتعلمت صح؟ تمام؟ كانت بتعرف تشغل شرائط الفيديو ولا اتعلمت؟ اتعلمت. اذا عندها قدره على التعلم الذاتي ان هي تكتسب الخبره بذاتها. يبقى نستخلص من القصه دي ان هي بتتميز بالمرونه، بتتميز بالقدره على الابداع، بتتميز بحل المشكلات، بتتميز بالتعلم الذاتي. تمام؟ علشان كده العصر اللي احنا موجودين فيه ده محتاج المرونه، محتاج المرونه ان انا دلوقتي بواجه مشكله اغير نشاطي. اغير افكاري، عايز سرعه، عايز مرونه. تمام؟ طيب ما تاثير تقدم العلم والتكنولوجيا على المهن؟ نظرا لان العلم وخبراء التكنولوجيا يعملون جاهدين على تطوير العلم الذي نعيش فيه، فترتب على ذلك استحداث مهن جديده. ظهرت مهن ايه؟ جديده. تقدم علمي، تقدم في التكنولوجيا، من الحاجه الصغيره بنصنع حاجه قد كده. الخبراء شغالين كل يوم على دوت. فلا يبقى احنا هنا دلوقتي مع تزايد الحاجه لاستخدام مثلا الروبوت الانسان الالي ده. احنا دلوقتي محتاجين روبوت. فاكرين المسلسل بتاع اسمها زوبا؟ تمام؟ المسلسل دوت اللي هو الانسان الالي اللي بيعمل الحاجه بدل مننا دوت. تمام؟ بقينا محتاجينه جدا دلوقتي. لان الانسان طول الوقت مرهق وبيشتغل وتعبان ومش عارف ايه، فعايز حد يعمل له الحاجات اللي هو عايزها. تمام؟ فظهرت الحاجه المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي. ظهرت الحاجه الى ايه؟ المتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، عشان عايزين روبوت تمام؟ اللي هو الانسان الالي يعني، فمحتاجين ناس متخصصين في الذكاء الاصطناعي. طيب العالم كله دلوقتي لجأ لحمايه البيئه. تمام؟ سيزداد استخدام الطاقه الشمسيه، محتاجين الطاقه الايه؟ الشمسيه. فبالتالي خبراء الطاقه الشمسيه محتاجين خبراء الطاقه الايه؟
الشمسيه، تمام؟ لان احنا العالم كله بيلجأ للطاقه الشمسيه، فبالتالي احنا محتاجين خبراء طاقه شمسيه. يبقى انا ما يجيش بقى في سؤال وصل او اصل ما بين العبارات واعرف، لا ما اعرفش خالص نهائي. هو عايز ناس في الذكاء الاصطناعي عايز يصنع روبوت. طب هو محتاج يولد طاقه من الشمس، يبقى محتاج خبراء طاقه شمسيه. طب هو مع زياده عدد السكان والتقدم في التكنولوجيا ظهرت الحاجه الى المدن الذكيه؟ زي المهندسين المعماريين المبدعين وعمال معهم، محتاجين نبني مدن ذكيه، انترنت، مدن يعني بتستوعب عدد كبير من السكان وهكذا. لا، يبقى احنا عايزين مهندسين معماريين مبدعين وعايزين عمال مهاره. طيب ايه هي المدن الذكيه؟ هي مدينه مبتكره تستخدم التكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين اداره موارد المدينه. يبقى هي مدينه مبتكره تستخدم تكنولوجيا والمعلومات والاتصالات لتحسين اداره موارد المدينه. تمام، المدينه فيها موارد، بندير الموارد دي باستخدام اسلوب مبتكر اعتمادا على الاتصالات، اعتمادا على المعلومات. والى هنا ابنائي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي قد انتهينا من هذا الدرس مهن ومهارات المستقبل. اتمنى ان اكون قد وفقت في عرض كافه البيانات والمعلومات المتعلقه بهذا الجزء من الدرس، والى لقاء اخر، والسلام عليكم.